تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. كل شيء حوالينا كان محبط، والقلق كان حالة عامة. محدش فينا كان حاسس بأمان ولا استقرار ولا حتى أمل في بكرة. معرفش مصر كان عليها حالة كده زي الغربان، كان في غربان مسودة الدنيا كده، فمصر كانت مسودة. احنا كنا حاسين ان احنا بنموت. الشعب المصري البسيط في مجموعه او في غالبيته عنده يقين ان علاقته بربنا جيدة، وانه حتى لو اخطا فربنا هيسامحه في الاخر لنواه الطيبه وحاجات كتير جدا. الاخوان جم لعبوا في الحته دي، بيقولوا لا انت مش هتدخل الجنه، اللي هيدخلك الجنه احنا الوسيط بينك وبين ربنا. جماعه الاخوان اتت لتحكم مصر ولن تتركها الا بالدم، اما ان يحكموا مصر او يحرقوا مصر. في حاله من التوتر الشديد في البلد، في قلق من اهالي كتير، في قلق من سواء من يعني من كل حد صغير او كبير. الإرهاب كان في كل مكان، والوطن كان بيتسرق وهويته بتضيع، وما كانش فيه غير سؤال واحد الكل بيسأله، هي مصر رايحة على فين؟ انت حاسس ان اصلا انت رايح على حافة الهوية، ان انت ما يبقاش عندك دولة اللي احنا متعودين عليها. خرجت الجماهير بالملايين في الشوارع بالطالب بإنهاء حكم الإخوان. اي جهود مسعى لمطالبة الناس بالنزول احنا يعني تم تجاوزها شعبيا بكثير، يعني انفجار بالملايين من كل مكان. ده كان اكبر حشد شعبي في تاريخ مصر الحديث، يجمع على هدف واحد هو الحفاظ على هوية ومستقبل مصر. يوم 2 يوليو مساء كان لدينا رؤية أنه لابد من عقد مؤتمر صحفي صباح 3 يوليو من أجل أنه نؤكد على مطالبنا، وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهي تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا فترة انتقالية. رحنا عملنا المؤتمر الصحفي صباح 3 يوليو في جريدة الوطن، وأثناء هذا المؤتمر جاءنا تواصل من القيادة العامة للقوات المسلحة بتخبرنا ان احنا مدعوين على اجتماع مع القائد العام للقوات المسلحة، وقتها الفريق اول عبد الفتاح السيسي وكافة قيادات القوات المسلحة، وايضا ان هناك شخصيات وطنية من مختلف التيارات السياسية هتكون حاضرة. اظن عدد كبير من السياسيين والصحفيين المتابعين بدقة للمشهد كانوا يدركون ان الصورة واضحة، هناك اجماع كامل من الشعب المصري، تقريبا اجماع اكتساحي، لم يكن هناك خارج المشهد الا جماعه الاخوان. احنا كان موقفنا ثابت تجاه خريطه الطريق اللي اختارها الشعب المصري بتوقيعه على استمرار التمرد. انت عندك مطالب كانت ملخصها كلها محطوطه في الورقه بتاعه التمرد، ليها علاقه بانتخابات رئاسيه مبكره، بان يبقى في برلمان، بجمعيه تاسيسيه جديده للدستور، بعزل مرسي، كل الكلام ده. هنا يدخل الجانب اللي له علاقه بالمشاعر والاحاسيس، كيف سيكون استقبال الشارع لهذا البيان؟ في لحظه من اللحظات مع انتهاء البيان على شاشات التلفزيون، احنا قمنا وحضننا بعض، وكان يعني بمشهد احتفالي، هذا المشهد كأننا بنسمعه لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. ولما اتذاع البيان كلنا حسينا ان مصر رجعت، وروحنا ردت فينا. الوطن اللي كان بيتخطف قدرنا نحافظ عليه. ده كان يوم تاريخي في حياتي انا وفي حياة كل مصري. ده مش تاريخ سياسي، ده تاريخ شخصي لكل مصري فينا. حياته اتقلبت بسبب حكم الإخوان زي ايه قبل وبعد كده. يوم 3/7 في هذا البيان العظيم، بعدها مباشرة
أحسسنا أن الأمر قد استقر وأن المؤامرة قد تم السيطرة عليها. لم أستمع سوى للكلمات الأولى بتعطيل العمل للدستور، ثم كانت الهتافات بالنصر، فيعني حتى في لمن كان في الميادين لا يمكن كان يستمع لباقي القرارات. أول ما كلمة أيها الشعب العظيم وحالة حاسين الكلام اللي جاي كويس ليهم، لقيت فيه فرحة بالنسبة لهم. في بعض المتظاهرين مسكوا العلم، وفي اللي نزل بكى، واللي نزل على الأرض سجد. وفي أنا أفتكر كان في زغاريد كتير قوي من أسر موجودة من الجموع الموجودة في الفترة دي. أنت أصلاً كنت بتسمع البيان، بتسمع الكلام بالعافية من صوت الناس مع كل جملة، وهي بتدعي وهي بتقول يا رب، وبعدين وهي بتقول تحيا مصر. يعني الصوت كان عالي جداً لدرجة إنك مش قادر تترجم. أنت سامع إيه من البيان واللي اتقال ده؟ إيه اللي اتقال؟ وتشتمل هذه الخارطة على الآن تعطيل العمل بالدستور بشكل مباشر. عارف المولود أول ما بينزل في أوضة العمليات بيعمل إزاي؟ بيعمل ياخد نفس. ده جرالنا كلنا في اللحظة دي. أكثر جملة أثرت في هذا البيان أنه لم يمكن لجيش مصر أن يصم آذانه أو يغمض عينه عما يدور في هذا الوطن. كلمة شعب مصر العظيم دي تحس الكلمة شاملة كل الفئات. الكلمة دي مش بتفرق من أي حد. الكلمة دي تحس تقشعر جسمك. إن القوات المسلحة لم يكن بمقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. الجملة الرئيسية كان إصرار أو تأكيد القوات المسلحة أنها ما كانش بمقدورها خالص أن هي تبقى ساكتة، تقف كده بتتفرج أو تصم آذانها حسب التعبير اللي ورد في البيان، وهي ترى التطورات اللي بتحصل. من أول لحظة تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وانت بتبقى هذه الجملة انه افتتاح لمرحلة تاريخية جديدة، تعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة البلاد. مجرد ما سمعت كلمة انتخابات رئاسية مبكرة يعني لو انا حسيت ان انا بتنفس. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديداً. صوت الرئيس نفسه بيعمل فينا حاجة، لأنه صادق، لأنه مش عايز مننا حاجة، هو عايز لينا حاجات، ومش عايز من اي حاجه اي حاجه. ده بيبان، اصل ده بيبان. احنا كلنا بنعرف حتى من غير عقل ولا حاجه، روحنا بنعرف الصدق اللي في اللي قدامنا. نبره القائد العام للقوات المسلحه وقتها اللي كانت مليئه بالخوف على مصر وعلى والتقدير للشعب المصري والاستجابه لمطالب الشعب، اهم معنى حسسنا بمصداقية ما نسمع. بيان 3 يوليو هو بداية مصر الجديدة التي بها تمكين للشباب، التي بها هذا الكم الكبير من المشروعات التنموية. إن احنا بنشوف النهاردة هذا العدد من الشباب في مجلس النواب، بنشوف النهاردة عدد السيدات اللي موجودين في مجلس النواب، بنشوف النهاردة مشروع حياة كريمة اللي بيتبنى تطوير الريف المصري وبيخدم 50 مليون مواطن في قرى مصر من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. كل هذا الأمر كانت ضربة البداية ليه هو بيان 3 يوليو، إنه إرادة المصريين لا يمكن لأي أحد إنه يتحداها، وإن إرادة المصريين قادرة على الانتصار طول الوقت. البيان غير مصر طبعاً، لأنه إحنا عارفين إن من البيان دوت إدى دفع لكل الشعب المصري، ابتدى كله يقف على رجليه بالفعل، وخلاص ابتدى كل واحد بقى يشوف إيه اللي هيقدر يعمله، وابتدي هنبني إزاي. مصر بدأت مرحلة جديدة، مرحلة دولة يحكمها القانون ويحكمها الدستور
ويحكمها المصريون، تغير كل شيء في البلاد، رأينا البنية التحتية تحسنت بل تطورت، رأينا الاستثمار، رأينا الاقتصاد، رأينا السياسة. لحظة فيها إعادة انطلاقة للدولة المصرية ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لجمهورية جديدة، ترسيخ لمبدأ الحرية اللي احنا بدأنا نستعيدها ونحسها، وأنا واثق تماماً إن القادم أفضل وأفضل وأفضل. البيان ما كانش النهاية، ده كان مجرد بداية لمصر الجديدة، للجمهورية الجديدة، لمصر اللي كلنا بنحلم بيها، لوطن بيتسع للجميع، لمستقبل بنيناه لولادنا. وتحيا مصر. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.